إليانا سالم بين الصبايا الثلاثة أكثر من تملك أداء وحضور صحيح؟ إليان سالم، المسرح إليك. استوديو الفن حلم كل شخص بحب الفن، وهيدا كان حلم وأنا حققته. واليوم طلعت لأنه تقول شغلة أنه قدمت هيدي الحلقة اليوم للبابا، وهيدا كان بس اللي كان بدي أعمله، وإن شاء الله هو يكون شايفني فوق ومبسوط فيي وفخور فيي. شو ما كانت النتيجة، بالنهاية أنا أخذت ميدالية ذهبية.